لا إله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آ وجاعل لله ومتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب امنه وقانت اناء الليل ساجدا وَقَانِتُ ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربها قل يستوي الذين يعلمون والذين انما يتذكر اولو الالباب قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله و انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صدق الله العظيم